بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا زال الحديث متصلا عن الآثار المترتبة على عقد النكاح، وقد تكلمت في اللقاء الماضي عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سأستكمل الحديث عن الحقوق الخاصة بأحد الزوجين، حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها. وأبدأ بحقوق الزوج على زوجته، وهي الحقوق التي يجب على الزوجة أن تقوم بها لزوجها، فهي بالنسبة للزوج حقوق، وهي على الزوجة واجبات. وحقوق الزوج على زوجته في الجملة أعظم من حقوقها عليه، وهذا بنص القرآن الكريم كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ومن حقوق الزوج على زوجته ما يلي: أولا الطاعة، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الطاعة في داخل المنزل أو في خارجه أو في أسلوب حياتها أو في كل ما يتعلق بأمورهما الزوجية. والسبب في إيجاب الطاعة على المرأة أن الزوج هو قائد هذه الأسرة وهو ولي أمرها، وطاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله جل وعلا، وفي عدم طاعته مفسدة عظيمة تلحق بالأسرة وتجعل حياتها فوضى. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحق الثاني من الحقوق، من حقوق الزوج على زوجته، قرار الزوجة في بيت الزوجية، فلا يحق للزوجة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بعلم زوجها وموافقته. والسبب في هذا لأن الزوجة هي المسؤولة عن البيت وعن شؤون البيت وعن تدبيره وعن المحافظة عليه، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر ولا أن تصل الزوجة إلى تحقيق هذا الأمر وتقوم به خير قيام إلا بقرارها في البيت وعدم خروجها منه إلا لحاجة أو لضرورة كما سيأتي. من الحقوق المترتبة على عقد النكاح، حقوق الزوج على زوجته، القيام على أمر البيت وعلى شؤون البيت وعلى خدمته، فيجب على الزوجة أن تقوم بشؤون البيت وما يتطلبه منها من نظافة وتنظيم وإعداد أيضا للطعام وتهيئة للبيت، وقد جرى العرف بهذا في كل الأعصار والأمصار، والأدلة على وجوب خدمة الزوجة لزوجها كثيرة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قضى فيه على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على زوجها علي رضي الله عنه بما كان خارج البيت. أيضا من الحقوق المترتبة على عقد النكاح، وهذا الأمر وهذا الحق خاص للزوج على زوجته، ألا تدخل في منزله أحدا إلا بإذنه، فيجب على الزوجة عدم الإذن لأحد أن يدخل في بيت الزوج وخاصة إلا بإذنه، وخاصة لمن يكرهه ذلك الزوج، سواء كان ذلك الشخص قريبا أو غريبا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فأما حقكم على نسائكم فلا يؤطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. والحكمة في هذا أن بدخول كثير من الناس لبيت الزوجية يحصل كثير من المنازعات ومن السعاية والإثارة وربما التحريض وربما التوجيه بأمور لا تليق بأمور الزوج وأمور الزوجة، فتتسبب في ذلك العداوات والبغضاء والأحقاد، وربما تثير كثير من المشاكل بين الزوج وزوجته. فإذا تبين للزوج هذا الأمر فإن له الحق أن يمنع ذلك الشخص من دخول بيته، وعلى الزوجة حينئذ أن تطيع زوجها في هذا الأمر. الأمر الآخر من الحقوق المترتبة على عقد النكاح، حقوق الزوجة على زوجها، حقوق الزوجة على زوجها، وهذه الحقوق كثيرة ولعلي أجملها في نقاط
واضحة ويسيرة. هذه الحقوق التي يجب على الزوج أن يقوم بها تجاه زوجته هي للزوجة، كما ذكرنا للزوج، هي للزوجة حقوق وعلى الزوج واجبات. وهذه الحقوق كما يفصل فيها ويقسمها بعض أهل العلم، منها ما هو مادي ومنها ما هو أدبي. فأما من الحقوق المادية المهر، وهو حق مقرر بالشريعة الإسلامية للمرأة، يجب على الزوج بمجرد وقوع النكاح صحيحا، وقد ثبت هذا الحق بالكتاب، فقال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأيضا من السنة وإجماع الأمة منعقد على وجوب المهر على الزوج لزوجته. من الحقوق أيضا المادية النفقة، فتجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقال الزوجة إلى بيت زوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، لقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وتشمل النفقة المسكن والمأكل والمشرب، وتقدر بحسب يسار الزوج وإعساره، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا أدعى للاستقرار، لأن المرأة إذا لم يهيئ لها الزوج ما تريده وما تطلبه من النفقة والمسكن والمأكل والملبس، فقد تضطر للخروج للعمل وجلب الرزق للإنفاق على نفسها، وهذا مما يخل بواجباتها نحو زوجها وأسرتها، وبالتالي ربما يختل نظام الأسرة أيضا. أما الحقوق الأدبية فهي كثيرة، ومن أهمها الغيرة عليها، فيجب على الزوج أن يصون زوجته من كل ما يخدش شرفها، ويدنس عرضها، ويحط من قدرها، أو يعرض سمعتها للتجريح، وهذه الغيرة التي يحبها الله. أما الغيرة، وأؤكد على هذا الأمر وسيأتينا إن شاء الله في درس قادم، أن الغيرة لا تعني سوء الظن بالمرأة والتشكيك في أحوالها والتفتيش عنها، لا، وإنما هو من باب الصيانة والحفظ والرعاية. ويمكن إجمال مظاهر الغيرة في أمور، من أهمها أن يأمر الزوج زوجته بالحجاب حين الخروج من البيت، أن يأمرها أيضا بغض البصر عن الأجانب، أن لا يسمح لها بإبداء زينتها الخاصة إلا له، أن يمنعها من مخالطة الرجال الأجانب، ويحرص على كونه معها في الأماكن العامة كالأسواق والحدائق وغيرها، أن لا يعرضها للفتنة كأن يطيل غيابه عنها، أن يلبي طلباتها بنفسه حتى لا يحوجها لأحد غيره. من الحقوق أيضا أن يعلمها أمور دينها، ويهتم بتوجيهها ونصحها وإرشادها، وسواء في الأمور الدينية وفي أمور العبادة وما يتعلق بعلاقتها مع الله جل وعلا، أو بعلاقتها ببيتها أو أهلها أو مجتمعها، أيضا ما يفيدها في حياتها العملية، فإنها إذا تعلمت، كان هذا أساس لتعليم أفراد الأسرة، فإذا تعلمت علمت أبناءها، فكانت لهم قدوة حسنة، ووجهتهم توجيه نافع ومفيد، وبذلك يقي الزوج وأهله شقاء الدنيا والآخرة. أيضا من الحقوق التي تترتب على عقد النكاح مما يخص الزوجة المبيت عند الزوجة، فيجب على الزوج إذا كان له امرأة واحدة المبيت عندها، وإن كان له 4 نسوة فلكل واحدة منهن ليلة من كل 4 ليال، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. هذا باختصار بعض الحقوق الزوجية، سواء ما كان خاصا منها بالزوج أو بالزوجة، ولعل ما ذكرته يدل دلالة على غيره من الحقوق التي يجب على الزوج أن يقوم بها تجاه زوجته، ويجب على الزوجة أن تقوم بها تجاه زوجها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.